السلام عليكم طلابنا الأعزاء في الصف السادس إعدادي. اليوم راح نتكلم عن الوحدة الثانية. بالوحدة الثانية أكو أدوات يستعملوها، يعني مثلا الأدفايس، النصيحة. النصيحة، النصيحة شغلتها سهلة، يا إما تستعمل you should أو تستعمل you shouldn't. الـ you should أو الـ you shouldn't يجي وراها فعل مجرد، يجي وراها فعل مجرد وفي آخر الجملة نقطة. يعني مثلا take a taxi، هاي الجملة بين قوسين قاعد أسويها advice، سوي لها نصيحة، شغلتها سهلة، يا إما نخلي you should أو you shouldn't. طيب إحنا شو وقت نستعمل ال you should وش وقت نستعمل ال you shouldn't؟ إنها ترجع على الترجمة ما طالع، وما شاء الله ترجمتهم مضبوطة كلش. لذلك اللي يعاني مشكلة بالترجمة يعني نقدر نساعده بشغلة بسيطة. إحنا تنوع للجملة، إذا بيها صفة جيدة نستعمل you should، بيها صفة سيئة نستعمل you shouldn't. هسا في هذه الحالة ما عندنا لا صفة جيدة ولا صفة سيئة، نقدر نستعمل أي واحدة من عندهن. مثلا you should take a taxi. طيب لكن مثلا pay an expensive ring advice، نصيحة. هنا عندنا صفة سيئة expensive، غالي. بعض الأحيان يعتبروها صفة جيدة، لكن فيما يخص المنهج الدراسي الحالي الموجود عندنا يعتبروها صفة سيئة، فيراح تصير you shouldn't pay an expensive ring. هذا فيما يخص الادفايس. ننتقل الآن إلى الشغلة الثانية اللي هي البولايت ريكوست. البولايت ريكوست يخلي يا إما بولايت ريكوست، بولايت ريكوست نخلي يا إما كان يو، could you، أو نستعمل would you. هذين الثلاثة نخلو أراهن فعل مجرد وبالآخر علامة استفهام. هسه الطلاب دائما يسألون ياهي من عدهن نستعمل، أي واحدة تريد تستعمل من عدهن ما تشكال، بس نصيحة أنه ذني تحفظهن ثلاثتهم حتى تعرف أنه can you، could you، would you تستعمل المن البولايت ريكوست. لكن واحدة من عدهن لازم تحفظها بلا وتخليها بجيبك، خليها ببالك أكثر شيء مو بجيبك. المهم هذين الثلاثتين معناهن هل تستطيع أنت، ركز على هاي الحكاية، هل تستطيع أنت. عندنا واحدة ثانية اللي هي may I، المي آي يجي وراها فعل مجرد وأيضا بالأخير علامة استفهام. طيب شنو معناها؟ معناها هل أستطيع أنا. السؤال اللي لازم تسألوه شلون نميز بين ذن الثلاثة وهاي، يعني شلون؟ يعني مثلا جتنا جملة bring me a glass of water وبين قوسين قال لنا سوي لها polite request، يعني هاي نخلي اي وحدة من ذني can could may. لا هنا لازم تنتبه الى شغلة، انه
إذا لقينا مي أو ماي، إذا لقينا مي أو ماي بعد الفعل راح نستعمل كان يو ويد يو كود يو. لكن إذا لقينا يو أو يور فراح نستعمل مي آي، يعني شغلة بالعكس. مرة ثانية نرجع ونقول إحنا نتكلم فيما يخص المنهج، يعني شغلات خارج المنهج ممكن تصير، لكن نتكلم فيما يخص المنهج. نجي هاي الجملة، هاي الجملة موجودة مي، إذا إيش راح نخلي؟ راح نخلي would you bring me a glass of water؟ علامة استفهام. طيب ممكن تجينا جملة بيها اثنيناتهم، take me in your car. طيب عن هسه انا عندي مي وعندي يور، احنا ايش حكينا؟ قلنا بعد الفعل، هذا الفعل اللي هو تيك جتني وراها مي، ما دام جتني وراها مي اذا نستعمل could you would you can you would you take me in your car. بعد مثال see your book، see your books. هنا يريد ما عندي polite request. طيب شو عندي؟ عندي your، راح تصير may I see your books، علامة استفهام. طيب اجتنا جملة لا بيها مي ماي، لا بيها يو يور، هذه الشغلات ما بيها. هنا انت بعد مخير، تريد تختار من ذني كان يو كود يو ودو، او تريد تختار المي اي.